السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبتين بكم. يا مرحبا بك. اسمك كريم. سليمان بركة مصباح. من وين سليمان؟ من مزليت. من وين قصيدتك؟ يوم الحساب. نسمع يوم الحساب. قصيدة تقول يوم الحساب الناس عند المولى لهناك ملجأ لا تقى يمشوله، عند الكريم نجاها والناس الطقية عملها تقاها، ولو نجبدوا العباد من مبدها جي دمعتك من غبنها مسيولة، حوا خلقها من ضلعتها سواها شريكة بدت له هو شره بميولة، والعباد ديما مستمر خطاها وادم مشارك في الخطية لولا، سكنهم الجنة وبالنعيم ملاها تربص لهم شيطان ما فطنولة، وهو قبل واخذ عهد من مولاها مع البشر ماشي ما وقف مرحولة، زين وجاهم في اسلوب وجاهة في جرتة مشوي تقول كان ذيولة، لين على الخطية قدامهم رساها ومزمارة ضرب برؤوسهم جدبولة، منهم تمكن ونفوس غراها لا يضربك في الحساب عجولة، خذاها سلبها نعم تلي عطاها ضعيفة الله محتج حجتهم ضعيفة الله محتج جولة، ثيابهم نزعها جلودها عراها طردهم ونزلوا في وطاة مجهولة، وهاللي نصرها جاي بليا لها وماشي وما عارف مكان نزولة، ملت وهم بالمثل مل لها من غير ربي من اللي يشكولة، عقولهم رشدها للصواب هداها ذنوبهم وصخب رحمتها مغسولة، وفوق جبل عرفة بعد جهد القاها وبعد اللقايات فراق بجول، عليهم فرض مكروه وكرهناها واللي ما فهم القصد تون حكولة، إلا الموت كل الناس يستسقاها والقبر باب الناس بيخشولة، وكم حي عايش في حياه رفاها بواب السعادة تقول له محلولة، وحتى ثيابه من حرير شراها تفصيلها يعجب اللي يرعوله، مفتك من كدر الفانية وشقاها وين ما يصبي حاجتها يقضولة، والقدر ما تنفع معاه نباها والموت لازم والفايدة في معمولة، بعد ساعتها تمت وقف مجراها سلب وحريرة والكفن شرولة، وسيب ملاكها كلها خلاها شبرين في وطن الوطاح فرولة، والأعمال بالميزان ردك فها وبواب الجحيم وجنتها محمولة، لا غني لا في واسطة تلقاها القاضي الله والمحكمة معدولة، وكل نفس تاخذ حقها وجزاها من القاتلة تسلك من المقتولة، ولو تنكر ذنوبك بعد كشف غطاها تشهد تشهد عضاك الحق فيك تقوله، والحضور لا شافت نبيلة راها سلامات منها ناي بند الزولة، وغافر السيء اللي كتب يمحاها ويبلغ سلامي للشفيع رسوله، وصلوا عليه اللي أمتان الجهة محمد خيار الخلق من ضمونه. بارك الله فيك.